السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد في قناتكم تربية بيتي. إن شاء الله النهاردة أكلمك عن حاجة مهمة قوي قوي للبط. من ساعة ما عرفتها وأنا ما بقاش بط عندي يموت ولا يتكسح ولا يعرج ولا يجيله إسهالات ولا كل الكلام الفارغ ده. حاجة كده لازم تعمليها للبط بتاعك كل يومين أو كل 3 أيام، قرص يعني رخيص جدا جدا جدا. الشريط ب6 جنيه والقرص مش مكمل الجنيه، الشريط فيه 10، فالقرص مش مكمل جنيه، يعني بأقل من جنيه هيبقى عندك أنجح مشروع بط. مشاكل البط دايما أيا كان نوع البط، أنا بتكلم عن جميع أنواع البط على فكرة، جميع أنواع البط بتتربى زي بعضها، جميع أنواع الفراخ البلدي بتتربى زي بعضها، الفراخ الأبيض والفراخ الساسو بيتربوا زي بعض. فهمتيني؟ يعني اللي هتعمليه لدول هتعمليه لدول هتعمليه لدول زي بعض كل حاجة. البط بقى سواء كان بلدي مسكوفي مولر بكيني اي نوع، بيجيله فترة كده، وبالذات في العمر اللي انتوا شايفينه دوت عمر شهر، بيبدأ بيكون بدأ الريش بتاعه يسنن، بدأ يطلع ريش صغير كده عشان يغير الريش القديم ويبقى عنده ريش الجديد. المرحلة دي اخطر مرحلة في عمر البط، بيضعف فيها جسمه، بتضعف فيها مناعته، ممكن لا قدر الله يتكسح، ممكن يجيله اسهال، ممكن تجيله اي مشاكل. علشان تريحي دماغك من المشاكل اللي ممكن تيجي للبط، واحيانا كتيره ناس كتيره قوي كل مشاكلها مع البط انه بيجوا في عمر معين كده ويتكسح ويزحف في الارض، يزحف على بطنه، كل ده حله في حاجه واحده في القرص اللي انا هقولك عليه دلوقتي. هو سهل جدا وبسيط، كل يومين تلاتة هنحطه للبط بتاعنا، سواء كان واكل او مش واكل. يعني انا اول ما اجي عشان ما انساش، كل يومين اول حاجه اقوم حطلهم ايه، انا طبعا معذبه اهلهم ومطلعه عينهم طول النهار بدايل علف، برش رشه بسيطه، وبالليل الخلطه بتاعتي العلف اللي انا بحطها مخلطه على بعضها دي اللي احنا عملناها مع بعض في الفيديو اللي فات، خلطه موفره. لكن انا بقى جيت الصبح كده عشان يحبوني وياخدوا عليا، وعشان كمان يكبروا ويزقلطوا ويبقلظوا، اول حاجه بعملها بحط حفان واحد من العلف بكفه ايد واحده، كبشه كبشه بس من العلف بحطها لهم، وبعدين اروح جايه بقى ايه الميه بقى اللي هو زي غيار ريق كده، بس تديهم حاجه يكونوا حابينها، بحط لهم العلف ده. حبه العلف ده هم بيفروا قوي وبيبقوا حاسس ان هو ايه اكل علف طول حياته. بضحك على البط بتاعي يعني صراحة، شغل نصب بس نصب تمام التمام. تنصب على البط بتاعك بشوية ايه علف الصبح كده، هياكل ويفرح جدا وينبسط وينام. فأهم حاجة ان يكون البط يكون عندك شمس للبط. لو ما عندك شمس ان شاء الله الفيديو اللي جاي هقولك ايه هو بديل الشمس وتعملي ايه بالظبط علشان البط ما يتكسحش. البط لازم يخرج في الهواء والشمس كل يوم، مجرد ما كمل 25 يوم كده او قرب من 30 يوم نبدا نخرجه في الشمس، ما يفضلش في نفس المكان. انا باجي بقى بخرجه بحط له زي ما قلت لك حفان علف كده، عشان كده هو شبعان ومش راضي ياكل الاكل ده، فالمفروض بقى بسيبه يتجوع ايه خالص وتحط له الاكل ده. هو مش عايز الاكل ده غيره عايزه، نجيب له نحط له ايه تاني، احطه للفراخ، في عندي حاجات تانية تاكل. عشان كده انت لما تيجي تربي حاجة بتضطر تربي حاجة تانية تاكل الايه اللي يفيد منها. العلبة اللي قدامكم دي فيها القرص اللي انا بقولك عليه، اللي لازم تعمليه ليهم كل يومين او كل 3 ايام بالكتير، طول الدورة من اول عمر اسبوع او 10 ايام كده يعني، او يا ستي بلاش، من عمر 20 يوم. تمام، من عمر 20 يوم هنبدأ في الكبسولة او في القرص اللي احنا هنعمله ده. قرص الفلاجيل البشري 500، انا ما بجيبش السائل ولا، انا بجيب 500 القرص الكبير ده، واطحنه كويس قوي واحطه على لتر ميه، 2 أو 3 لتر ميه حسب سن البط. لو البط لسه صغير اقل من شهر بنحطه على 3 لتر، يعني عشان يبقى التركيز على قده وما يبقاش قوي عليه. ده الفلاجيل اهو، العلبه ما شاء الله يعني قد كده وب 12 جنيه فيها شريطين، الشريط ب6 جنيه. ممتاز، مع الفلاجيل عمرك بطك ما هيسهل، هيجيله اسهال ولا هيكسح ولا هيزحف ولا كل المشاكل اللي احنا ما بنبقاش فاهمين البط ده فيه ايه.
انتوا عارفين الفلاجيل ده عبارة عن ايه؟ الفلاجيل ده مطهر معوي، البط على طول بيشيل من الارض ويحط في المية، يشيل من الارض ويحط في المية، فبيعكعك المية ويعمل بكتيريا وبيعمل مشاكل كتير. الفلاجيل ده بقى والالتزام بقرص الفلاجيل كل يومين تلاتة لازم عشان دورة بط ناجحة من غير مشاكل خالص، من غير تحصينات. على فكرة انا ما بديش للبط اي تحصينات نهائي خالص. الفلاجيل ده يعتبر اول سر لازم تعتمديه في تربية البط بتاعك، وبتبدأي تحطي ليهم من عمر اسبوع، من بعد عمر اسبوع 20 يوم كده، طالما هو سليم، لان انت بتبقي كنت استقبلتيه على مضاد حيوي بقى تنفسي ومعوي، فبيبقى ماشي معاكي كويس. بعد كده بتبدأي بقى تشتغلي، هنعمل مع بعض حاجات تانية. في حاجة كمان مهمة قوي مع الفلاجيل لازم نحطها بعده، يعني اذا حطيتي الفلاجيل الصبح هتحطي الحاجة التانية دي اخر النهار، اللي هي ايه؟ الخل. الخل اللي هو خل الطعام اللي بتاعنا العادي، هنحط معلقة على لتر مية بعد الظهر. يعني البط الصبح بحط له فلاجيل، برضو كل يومين بحط له فلاجيل، يبقى بعد الظهر لازم احط له ايه؟ خل. ليه بقى؟ الخل ده يعتبر غسول كلوي، بيغسل الكلية، بينظفها، بيرمي السموم اللي في جسم البط بره. الفلاجيل طبعا تقيل على البط وعلى كلية البط والكلام ده كله، فلازم بعد منه خل، لازم معلقة خل على لتر مية، معلقة واحدة على لتر مية طول ما البط لسه صغير. ماشي كده؟ يبقى كده انت ان شاء الله مفيش معوي ولا مشاكل معوية عند البط، ولا اسهالات ولا كل الكلام دوت. نلتزم بالفلاجيل والخل ورا بعض في نفس اليوم، حط الصبح فلاجيل، اخر النهار حط خل. ماشي؟ وان شاء الله باذن الله هنعمل مشروبات تانية ووصفات تانية كتيرة حلوة جدا تحافظ على صحة البط وكمان تزود الوزن. يا ريت لو من الحاجات المهمة قوي 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 للبط انه دايما الارضية بتاعته تكون ناشفة، ده برضو من الحاجات اللي تخليه ما يجيش له اسهالات. الارض اللي البط بينام عليها تكون ناشفة، ودي طبعا معادلة صعبة، لان احنا عارفين ان البط بيبهدل الدنيا وبيبهدل الارضية وكده، عشان كده تربية البط بتبقى صعبة. لو انت عندك مكان ضيق يبقى يا ريت تجيبي القعدة اللي هي البلاستيك اللي هي بتبقى مخرمة دي، مش عارفة اسمها ايه، بس هي بتبقى بطاريات كده مخرمة، او تربيه على بطارية سلك، او تربيه على بطارية خالص ما يبقاش في ارضية، تبقى بطاريات لو المكان ضيق عندك. انما لو عندك مساحة بقى واسعة وكده وهيجري هنا وهيشرب هنا ويسيب المية المبلولة او المنكر المبلول هنا، وهيلاقي مكان تاني شايفة زي ما انت شايفة كده، بيروح في حتة نظيفة يقعد. لانه اكبر سبب من الاسباب اللي بتخلي البط يجيله اسهال الحاجتين دول، انه البط بيحب يعك في الارض، وان البط يكون تحتيه مية، وطبعا ده حاجة من عادات البط اصلا ان هو يبهدل الدنيا مية، فلازم يكون تحتيه كده مكان ناشف. من اول عمر يوم بيعمل الحكاية دي، من عمر يوم لازم يلاقي حته ناشفه ينام عليها. لو البط نام على حاجه مبلوله اعرف انه هيجيله اسهال. اوعى تنسوا تعملوا لايك. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.